بعد ما جت لي انتقادات على صفقة تونالي، قررنا يا شباب بهذه الحلقة نعرضها للبيع. احنا اشتريناه بالحلقة اللي راحت، هل راح يجيب سعر عالي؟ ما ندري، بس هل راح ينباع بهذه الانتقالات؟ اكيد ما راح ينباع بهذه الانتقالات، راح ينباع بنهاية الموسم او الموسم اللي بعده. لكن اشتريناه 120 مليون، لازم نبيعه اكثر من هذا المبلغ حتى لا تكون صفقته فاشلة، مثل ما بعضكم يقول ان الصفقة هذه فاشلة، خاصة انه عمره 22 سنة بس. اما بالنسبة لكريستيانو رونالدو تقولون طاقته راح تنزل، اي نعم طاقته راح تنزل، لكن يبقى هذا كريستيانو رونالدو. كريستيانو اذا بعناه بنهاية الموسم ب 40 مليون يكون انجاز لنا يا شباب، لان كنا نريده اصلا على سبيل الاعاره. واليوم هي خطتنا مثل ما تعرفون انه نجيب لنا قلب دفاع، فراح نبيع مدافعين عندنا، بعنا واحد اعتقد وبقالنا واحد ما ادري الصراحه، بس نريد نبيع بيكفورد حارس المرمى ونجيب لنا مدافع. هذا فريق الشباب، عندنا حارس مرمى نريد نصعده للفريق الاول، اتوقع هذا الحارس يصعد وبعدين نبيع ان شاء الله يمشي حالنا لحد نهايه الموسم. بس قبل كل شيء السلام عليكم، هلا والله يا شباب، حياكم الله، مقطع جديد وحلقه جديده من مهنه مدرب. اذا تردون هذه السلسله تستمر، لايكاتكم واشتراكاتكم وصلوا هذا المقطع اكثر من 10000 لايك حتى استمر وتحمس باللعبة. هل اكو لاعب راح يصعد للفريق الاول؟ اي نعم، هذا ال دبليو راح نصعده للفريق الاول ونعرضه حتى ولو على سبيل الاعاره، نطوره وبعدين نبيعه بنهايه الموسم او نبيعه هسه اذا جاء العرض، ما عندنا مشكله. نحطه بقائمه الانتقالات، عمره 18 سنه، لازم نبيعه يا شباب نتخلص منه احسن. بالنسبه لجافي تقولوا لي خليه ال دبليو، انا مخطط لهذا الشيء يا شباب لكن مو هسه، بس خلينا نخلص هذا التطوير اللي هو يطول 9 اسابيع، بعده راح نحوله الى ال دبليو باذن الله، او خلينا نحول على هداف ظل حتى تطور عند الانهاء، تمام؟ بعدين ال دبليو. واليوم مثل ما تشوفون عندنا اياب نصف النهائي ضد ليفربول بكاس الكاراباو. مباراه الذهب مثل ما تعرفون انتهت 3-1 ضد ليفربول، معناتها لازم نفوز عليهم، والله شيء صعب مو سهل نهائيا، لكن شوف نتائجنا الاخيره، اخر اربع مباريات كلها انتصارات، فهذا انجاز كبير لنا. صديقي اتوقع حلقه اليوم راح تكون ممتعه ان شاء الله وطويله، فروق وهدي واضغط اللايك وخلك مستمتع ويانا. توموري هو المدافع المستهدف، توموري من 90 الى 100 مليون، توموري صفقة الحلم بالنسبة لنا بهذا نصف الموسم. كل هذول اللاعبين انا عارضهم للبيع، كل هذول اللاعبين اريد ابيعهم، بس ما جاي يجي عروض لهم، ان شاء الله يجي اليوم وان شاء الله نبيع من عندهم. تونالي الى قائمة، ما نقدر نحطه بالانتقالات الا بنهاية الموسم، اوكي بنهاية الموسم يا شباب ان شاء الله نحطه بالانتقالات. طبعا لعبة فيفا ما اعرف ليش تعامل اللاعبين وكأنما يعني لازم 6 أشهر تمر او سنة يلا ينباع، عادي جدا ترى يشتري اللاعب وبيعه، ليش لا؟ ليفربول ايفرتون، مباراة قمة، مباراة نصف النهائي الاياب، كأس الكاراباو، الفوز معناته الاقتراب من لقب كبير يا رب. شوفوا عندنا رونالدو، رودريجو، انطوني بالهجوم، اوكي خلينا ننزل بهذه التشكيله، ما راح نغير بهذه التشكيله شيء، طبعا انا محتاج لاعبين دكه واحتياطيين وهذه الامور ضروري جدا. هذا حارسنا هو اللي راح يكون ان شاء الله بالمستقبل، فراح نجربه بهاي المباراه المهمه. بسبب اخطاء بيكفورد الكثيره انا قررت خلاص ابيعه، يعني الحارس جيد لا باس به، لكن يجيب العيد باوقات يدمرني يا شباب ويخلي تروح مني نقاط ومباريات مهمه. يلا بسم الله صافره البدايه وباذن الله الفوز على ليفربول، نحاول يا شباب انه ما نتلقى هدف وبعد نحاول نسجل بالشوط الاول هدف. انطوني 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 انطوني، يا سلام، مر عدي يا ولد، لا 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 ضيعتها يا انطوني. انطوني السيطره على الكره عندك شوي ضعيفه. فيرتس شوت يا ولد، ليش تتاخر؟ والله تاخر، لا لا يا فيرتس، حلوة حلوة يا حارس، يا سلام عليك، الله يستر. الدقيقة 28، النتيجة بعدها 0-0. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ خلاص قتلنا بهدف صاروخي دييغو جوتا. يا حكم طرده طرده يا رب. لا فيرتس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اذا سجل جول يلا يا رب. رودريجو تعتقد وترى بانها كانت صحيحه، رونالدو فرصه هدف، يا فيرتس روح رونالدو، الدون يا عمري يا عمري يا عمري، كرة جول، 1-1 ممتاز يا الدون، حلو يا حارس، يا سلام يا رهيب، حلوة فيرتس، يا سلام الدون، الله الله، باقي جول يا شباب. حارس حارس، يا سلام يا سلام يا حارس، العب العب يا ولد، روح روح انطوني انطوني يا انطوني انطوني يا انطوني. تونالي لازم يطلع وننزل جافي، يلا يا جافي هذه فرصتك، حقق الحلم يا جافي وسجل لنا هدف. موكوكو بعد يا شباب اريده ينزل، هذا اللاعب الشاب الصغير ممكن يسوي لنا شيء. نخلي التغيير الاخير، اكيد راح ننزل مويز كين بدل رونالدو، لكن بعد الدقيقه 75 8 ننطي هجمه بس رونالدو، ممكن يكون هاتريك للدون.
يا حكم طرد هذه يا حكم، واضحة يا ولد، الأحمر عطى الأحمر. إيه يا حبيبي، إيه طرد واضح. كافي العب رودريجو. الله 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 الله، لا 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 لا. لا لا لا، تعال تعال، انزل مويسكين، انزل اطلع يدون. يلا 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 يلا، مو مشكلة. والله فريقنا أدى ما شاء الله، اللعب كان رهيب بهذه المباراة والأداء كان خرافي. مويسكين يلا، حلوة روح حطها. الله الله الله، من الزاوية الضيقة كانت صعبة أكيد على فيرت. لا حلو، لا محظوظين والله. خسرنا يا شباب، بس والله أدينا أداء حلو الصراحة، والأداء كان لا بأس به، يعني صار هفوة وجبنها جول، هو اللي دمرنا الهدف الثاني الصراحة. يلا روح موكوكو. يا سلام، الله الله الله. لا 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 لا، هي صح 4-2 7-3 مجموع مباراتين، بس بالمجمل فريقنا لا بأس به يا شباب. عندنا مشكلة بخط الدفاع، الكل يعرف هذا الشيء، لازم نجيب لنا قلب دفاع، يا رب يجي عرض لحارس المرمى يا رب. خلاص الكأس كرباو خرجنا من عنده، بقت لنا 3 بطولات، الإمارات والدوري، دوري أبطال أوروبا يعني بعدنا نواجه. شوف بالنسبة لمانشستر سيتي راح يلعب ضد ليفربول بمباراة النهائي. هسا عندنا مباراة ايفرتون بالدوري، ايفرتون مركز 12 حاليا، يعني مركز متأخر، يا رب ما نتعثر ضدهم. طبعا الفارق بيننا وبين تشيلسي 6 نقاط، اما ليفربول تبعد علينا بنقطتين، فانتصاراتنا راح تخلينا ننافس اكثر. اوكي التشكيلة راح ننزل بيها يا شباب هاي المباراة، اتوقع تشواميني راح يكون اساسي، تونالي راح يكون بالاحتياط، جافي اساسي، مويس كين راح انزله اساسي بعد. خلينا ننزل هذا حارسنا او بيكفورد، خلي بيكفورد بهاي المباراة، يا رب يجي عرض، فمحتاجين مدافع ضروري يعني لازم مدافع ان شاء الله. يلا بداية المباراة بسم الله، وما اريد نضيع نقاط، الفوز ولا شيء ان شاء الله، يا رب الفوز. مباراة على ملعب توتنهام، مباراة صعبة ما راح تكون سهلة نهائيا، بس نقول يا رب يعني نقدر نخترق دفاعهم ونصير ثغرات عندهم ان شاء الله. حلوة رودريجو على القائم البعيد، يا رودريجو حطها يا ولد. لا لا يا فيرت فيرت حطها. الله 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 الله، يا مويس كين هدف اول، يا سلام. 1-0 على توتنهام، لازم نركز نحافظ على النتيجه. لا لا لا، يجي جول، امسك يا حارس، يا سلام فاول حكم. تعال ننزل تونالي، نزل بارلو بعد بدل رودريجو. مويس كين يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يلا فيرت الله. هي بالجول، رهيب اسطوري فيرتس، يا سلام. خلاص خلصنا على توتنهام وعبرنا توتنهام وجبنا 3 نقاط من ملعب توتنهام. خلاص صفر يا حكم، انهي المباراة رسميا، تنتهي المباراة، اخذنا 3 نقاط مهمة على توتنهام، مهمة جدا، وزدنا من جراحهم. اخر ساعات فترة انتقالات، عرض انتقال لمويس كين، 100 مليون، والله ما ودي ابيعه يا شباب، رفض. راح اتفق يا توموري يا شباب حتى نختصر الوقت، بس يجي عرض نبيع مباشرة بيكفورد او اي لاعب ثاني. راح يفكرون 64 مليون اتفقت وياهم يا شباب، اخرهم كان 80 مليون، يعني احنا حدنا 60 مليون الصراحة، ما نقدر اكثر من هذا المبلغ اذا ما نبيع لاعب. اوكي حدهم 73 مليون يا شباب، تجي عروض اللاعبين انا ما اريد ابيعهم، يعني فيرس مستحيل ابيع، عرفت. توموري توقفت المفاوضات، ما راح نقدر نشتري، ايش رايكم ندخل مفاوضات وهي اراوخو؟ والله صعب مبلغ، ما عندنا هذا المبالغ شباب. اوباميكانو 60 مليون قيمته وراتبه 100 مليون، يعني ممكن ممكن يا شباب. 55 الله، يريد الكسندر اسحاق فوقها 44 مليون، مجنون انا؟ لا مستحيل، مبلغ عالي والله. فشلت مفاوضات، نجيب ماتيب يا شباب، حاول نجيبه، لاعب حليو 34 قيمه، يعني اذا جبناه 34 مليون حلو. 32 مليون اشترينا ماتيب، اتفقنا وياه كلوب، نروح نتفق ويا اللاعب، خلينا نجيب اللاعب، خلي نرتاح من جانب الدفاع يا شباب، على الاقل منا نهايه الموسم. 150 الف راتب، يا رب يوافق، حلو ممتاز جدا، وافق يا شباب، اتفقنا ويا ماتيب وجبناه. ماتيب راح يكون الاساسي، يا ريمي احتياطي، أمن خط الدفاع، وأخيرا على الأقل منا نهاية الموسم، ولو لاعب كبير بس يا شباب يمشي حاله، لاعب خبرة. فيرس صار طاقة 89، مجنون هذا اللاعب، 19 سنة 89، وش هذا؟ حلو والله، ظهرني اليسار يا شباب.
شباب جايب 65 مليون ليفربول دافعين بي، والله ممتاز. رودريجو 122 مليون وجافي 53، عندنا اسعار رهيبه كلها رفض اكيد، ولا واحد ارد بيعه. تيو هرنانديز اكبر صفقات نصف الموسم، عندنا تونالي الثاني والثالث ليمار. خلاص رسميا انتهت فتره انتقالات، تعاقد وصفقه كبيره مع ماتيب، الصراحه صفقه اسطوريه. هل نبيع يا ريمينا بنهايه الموسم بعد نجيب لنا مدافع؟ ما ادري والله، فنسوي له تفويض اذا جاب سعر شويه عالي ابيعه. مباراه الدوري ضد مركز 19 سكيب، يا رب نفوزها، وراح نعدل شوي بالتشكيله. اوكي الكسندر اسحاق راح يعود قريبا ان شاء الله، وهاي خبر مفرح. فزنا 3-1، جافي سجل هدفين وفيرت سجل هدف، بس فزنا 3 نقاط. اوكي احنا حاليا بالصداره فارق مباراه على ليفربول، هسه راح يلعبون ليفربول ونشوف النتيجه كيف راح تكون نتيجتهم. عرض انتقال لألكسندر إسحاق كم؟ عرض إعارة؟ لا رفض مستحيل. يا رمينا 21 مليون لا ما بيع يا شباب لا. بيكفورد 35 مليون، أريد أعلى من هذا السعر، نسوي تفويض يا رب يرتفع، أريد أعلى. أخيرا رجع ألكسندر إسحاق رسميا. عندنا مباراة ضد مان يونايتد، اليونايتد حاليا مركز سابع، احنا مركز ثاني فارق نقطتين على ليفربول، الله يستر. هاي تشكيلة مانشستر، يا رب نطلع بالفوز ان شاء الله. يلا بسم الله صافرة البداية، وروح يا حبيبي روح العب هناك. يلا فوز بعد على توتنهام بعدها على مانشستر، كل شيء رهيب. حلو يا حارس، يا سلام. حلوة الله ستر. لا، أرضية زاحفة، هدف أول لليونايتد. رودريجو الدون، الله 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 الله، يا سلام، هدف التعادل. جيد شباب، جيد، يا رب نطلع بالفوز. سجل على فريق السابق، يحتفل احتفالية السيد ورونالدو، ما أعرف جاي يسوي. يلا ما علينا، أصعد أنتوني بالسرعة يا أنتوني، يلا روح. يا سلام سعدي شباب، حلوة، روح يا ولد، يلا يدون رونالدو، الله 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 الله، هذا ما يكبر، هذا اللاعب ما يكبر ولا شيء يا حبيبي. هدف رهيب من الدون كريستيانو رونالدو. شوف عرضية رودري يقول رونالدو، الكرة جول. ايش قد النتيجة صارت؟ 2-1 التقدم، انه ريمونتادا على مانشستر يونايتد. حلوة بيكفورد، يا سلام. فيرتس، روح يا فيرتس، يلا هي، لا يا ولد، لا، لا يجي هدف ثالث، لا، بيكفورد زاوية مالتك هذه يا بيكفورد، والله ما يعني كيف الكرة تدخل بهذا الشكل. حلوة رودريجو، الله 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 الله، صارت 3-2. شوف رودريجو بوم. اوكي بس خلينا نشوف خطتنا يا شباب، خلينا نشوف الخطه شنو ينقصها. جافي ما راح انزله هسه، اكيد ما راح انزله. رونالدو راح يطلع، انا محتاج الى سرعه، خلينا ننزل هذا الراجع من اصابه. والله مويسكين بالسرعه اسرع يا شباب، فننزل مويسكين. خلاص وقت الهجمات المرتده حاليا، رونالدو سجل لنا هدفين، الدون اسطوري الصراحه. لا هي صعبة والله صعبة. سانشو الدقيقة 64، يلا مو مشكلة، مثل ما سجلنا 3 نقدر نسجل بعد. هي بوب يا فيرتس، حلو فيرتس. اوكي تنتهي المباراة بالتعادل، المباراة كانت قوية الصراحة، المباراة رهيبة 3-3، مباراة نتيجتها كبيرة، بس يا شباب عامة الدفاع شوي تحسن، الفرقة ترى جناح ضدها قوية بشكل مو طبيعي. عندنا مباراة دوري الأبطال وضد باريس سان جيرمان، الله يستر. طبعا إيساك كله إعارة جاي تجي، ما أعرف ليش فرفض، أعتقد أنا خله على سبيل الإعارة. إي والله أنا خله على قائمة الإعارة يا شباب، فنشيله من قائمة الإعارة. خلي نشوف من هداف الأبطال، هالاند 8 أهداف، نيمار عنده 6. والله يا شباب ما أدري شنو أقول، بس الصراحة فريقهم قوي، فريق نار، الله يستر. يلا يا رب نتوفق بهاي المباراة ونفوز. هاي التشكيلة الأساسية راح ننزل بيها، الله يستر، إن شاء الله فريقنا ما يخذلنا، وراح يدخل أول لاعب للطاقة 90 واللي هو فيرتس. يلا بسم الله صافرة البداية، روح يا فيرتس العب، نريد هجمة مرتدة نعتمد أو نحاول يعني نطلع بنتيجة يا رب. مباراة الذهاب، روح أنتوني، لا 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 يا القائم، لا 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 لا، كان ممكن والله. يلا شباب، يلا المباراة على ملعبنا، ترجع له الكرة، ترجع له يا الله.
ما كنت شيء شباب والله والله ما أعرف الكرة كيف تدخل. أم توني رونالدو حطها حطها جول يا ولد جول يا سلام في أرض يا سلام. إيه يا شباب إيه إيه يلا. شوط أول الصراحة صعب يا شباب 2-1 مباراة صعبة. شوط ثاني لازم فريقنا يكون أفضل. يا ولد يا ولد رودريجو روح يا رودريجو. رونالدو 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 جول 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 بوم. دين كل رجعنا الريمونتادا يا ولد الريمونتادا يا سلام. بس رودريجو رهيب رودريجو طيارة 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 على الجناح ينطلق رهيب اسطوري. شوف 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 يلا يدونا ضرب الحارس ثاني مرة يصده هذا الدانروما هذا مجنون لكن نفس الكرة ونفس الجول. نزل 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 روح يلا 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 اصعد اه يلا تونالي رونالدو اوفسايد. الله 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 اوكي 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 خلينا نسوي تغيير. رونالدو انت سجلت ها مويسكين او ايساك خلينا ننزل ايساك. يلا ايساك اثبت جدارتك يا ايساك. رودريجو يا رب يلا راح تطلع يا رودريجو بعد هاي الكره لياقتك انتهت. لا يا ولد لا لا تعال يا إيساك وين رايح. شوف باقي آخر الدقائق ننزل بارلو ننزل جافي. يلا يا جافي تعال بدل فيرتس. يا رب يا رب واحد من عندهم يخلص لنا المباراة. بارلو بارلو لا. لا يا ولد يا رب جافي يلا هي واحد واحد بس خلصت. بس والله مباراة كبيرة قدمناها مباراة أسطورية 2-2 على ملعبنا جمهورنا يحيينا أكيد. كانت مباراة خرافية. أنا الصراحة فخور بالأداء اللي قدمه فريقنا وكريستيانو رونالدو كان له دور رهيب بهاي المباراة. بيكفورد 35 مليون أنا هذا السعر ما مقتنع به نهائيا فأرفض ولحد ما أجيب بال 40 مليون للحارسة وبعدين نشوف شلون. الجولة الخامسة من كأس الإمارات ضد نرويج هاي المباراة خلينا نسوي لها سكيب. أريد أنزل إيساك خلي يستعيد ثقته بنفسه. 2-1 فزنا على نرويج نتيجة حلوة ونتيجة طيبة. بالنسبة لجافي يا شباب بالال دبليو ما يتحول يعني هو مراكز الصراحة ما يتحول خلاص راح يثبت على مركزه هذا والتطوير راح يصير بطيء شوية. هندربع على وسط مهاجم او خليه افضل. استون فيلا مباراة سكيب فزنا 1-0 فيرت سجل الجول. عندنا مباراة بكأس الامارات الجولة السادسة ضد كريستال بالاس. طبعا هاي المباراة راح تكون بالحلقة الجاية ان شاء الله يا شباب اللي هنا استكملنا الحلقة. لايكاتكم اشتراكاتكم فريقنا ما شاء الله بدأ شوي شوي جاي ينافس بقوة يعني وقفنا وجه لوجه ضد بي اس جي وكان ممكن نطلع بريمونتادا ضدهم لكن يلا مو مشكلة. الاياب ان شاء الله يكون افضل. الحلقة الجاية راح تكون مباراة الاياب مباراة مهمة فخلكم جاهزين. لايكات اشتراكات تنبيهات. شكرا للمشاهدة. السلام عليكم.